البدعة في أولها كلمة وفي آخرها مذهب ونحلة، بدعة منكرة. رحم الله العلماء الذين حذروا ونصحوا وعلموا وزجروا. وكل بدعة ضلالة. وهذا السائل يقول: أخ فرنسي حديث عهد بإسلام أراد أن يتزوج بأخت، لكن أبوها رفض لكون الأخ فرنسيا ولا يريد إلا مغربيا فقط، والأب يضغط على بنته ويهددها بالإخراج من البيت إن وافقت على هذا الزواج. فأخذ أحد أعمام البنت ينصح الأب ويعرض عليه أدلة الشرع على أنه ليس الرفض ممن يرتضى دينه وخلقه، والبنت ترغب في الزواج بالأخ، لكن الأب لم يزل رافضا، وليس في أسرة البنت من يريد أن يتحمل مسؤولية تزويج الأخت إلا أحد الأعمام مع تردد شديد. ما الحل؟ لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن أبيها، بل تصبر وتحاول معه حتى يرضى. وأما أن تخرج من ولايته وهو أهل لهذه الولاية بأبوته وإسلامه فهذا لا يجوز. كونها تصبر على ظلمه خيرا من أن تنكح بغير ولايته، وإن شاء الله إذا حرصت على نصحه وصبرت ودعت الله عز وجل يسر الله سبحانه وتعالى لها أمر زواجها، والخير فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. فلا تدري، ربما يكون هذا الرجل الذي هي تريد الزواج به ليس بخير لها، والخير فيما يختاره الله لها، ولعل الله يسر لها برجل آخر صالح يكون محرضا من أبيها.